السلام عليكم أصدقائي أصدقاء قناة الورشة. النهاردة هنستعرض مع بعض أقلام الخراطة اللي بتستعمل في ورش الخراطة، وهنبتدي بقلم الصلب الأبيض. القلم ده قلم سهل التشكيل أو قابل للتشكيل، ممكن تعمل منه مجموعة أقلام كتير جدا، سواء كان قلم جنب يمين شمال، ممكن تعمل منه قلم مجرة على سبيل المثال بالشكل دوت، ممكن يتحول لقلم مجرى، ممكن يتسن يبقى قلم على عوز انجليزي فرنساوي، ممكن تشغله داخلي. سهل جدا تشكيل القلم ده. بيتميز القلم دوت بانه بيتحمل الصدمات، ولكن القلم دوت ما بيتحملش السرعات العاليه، بمعنى ان القلم ده مع السرعه العاليه بيستهلك بسرعه جدا جدا، وبتزيد كفاءه القلم دوت مع التبريد المستمر. تاني حاجة معانا النهاردة القلم العادي. القلم العادي ده هو عبارة عن حديد أو شانك زي ما بيقولوا، بيتلحم فيه قطعة من الكربيد. القلم ده بيتم تجهيزه مسبقا، بمعنى إن حضرتك بتجهز الخامة دي الحديد ده، وممكن بسهولة جدا تلحم فيه قطعة الكربيد دي بالنحاس، تلحمها بالشكل ده، بقت قلم جنب يمين شمال العوز، نفس مجموعة الأقلام اللي انت بتحتاجها في ورشة الخراطة. قلم ده بيتحمل السرعات العالية، معظم الناس بتشتغل بيه لأنه سهل، ويمكن متوفر كتير في السوق. على فكرة متوفر كمان شركات بتجهز القلم كله ملحوم وجاهز بأنواع كتير وبأشكال كتير، داخلي مثلا على سبيل المثال، أو خارجي أو العوز، او اي شكل من الاشكال، هتلاقي منه اقلام سابقه التجهيز ومجهزه وملحومه. تالت حاجه معانا النهارده القلم الساند فيك. قليل ده تشغيله في الورش شويه، لانه يمكن هو غالي شويه، انما القلم ده مهم جدا. القلم ده عباره عن لقمه سهله الفك والتغيير بالسهوله دي، مجرد الانكيه بتتفك اللقمه كده، بتتغير، بتركب سن تاني مكانها، لان هي فيها اربع سنون. ده على سبيل المثال قلم معين. القلم ده بيبقى موجود منه مجموعه من الاقلام كتير جدا معين، قلم مثلث، قلم جنب، حاجه كتير قطعيه، العوز، حاجه كتير جدا، سكون لها سهله في الفك وتركيب اللقمه. قلم بيتحمل سرعات عاليه، بيتحمل حاجه كتير، مهم جدا. عيبه بس يمكن غالي شويه اللقمة بتاعته، انما انتاجيا هو قلم مهم جدا. يا رب يكون استعرضنا مجموعة الاقلام بتاعت ورشة الخراطة ويكون فيها معلومات تفيد حضراتكم. تنسوش لو عجبكم الفيديو دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة من قناة الورشة. شكرا، السلام عليكم.